رح يتطبق قانون السير جديد عم؟ عندك فكرة؟ ما والله ما عندي فكرة، بيقولوا بنيشان عيش عيش عيش. أهلين سير. ما بعرف شي، ما بسمع أخبار. زبوطة ومصاري، زبوطة ومصاري، الأكثر والأقل. قانون السير جديد ما في، لا يطلع رئيس على القليلة. حتى لو ربطت القصة بالفراغ الرئاسي، قانون السير رح يتطبق بنيسان. مرأة بعكس السير 350 ألف ليرة، وسواقة بلا طاسي 200 ألف ليرة، يعني 550 ألف ليرة لبنانية بدك تدفعهم ابتداء من نص نيسان الجاي بحسب قانون السير الجديد يلي رح تبلش تطبق قوى الأمن على جميع الأراضي اللبنانية بعد حملة إعلانية للتوعية رح تشمل كل لبنان. الغرام الفئة الأولى 50 ألف ليرة، الفئة الخامسة من مليون لثلاث ملايين تبعا لخطورة المخالفة، يعني بقدر ما تكون، يعني هون عدالة القانون، بقدر ما تكون المخالفة بتشكل خطر على المواطنين على مستخدمي الطريق، بقدر ما تكون الغرامة مرتفعة جدا لتكون رادع للمخالف. يلي بحب يطلع على قانون السير في يفوت على يدخل على موقع قوى الأمن الداخلي www.isf.gov.lb، في ناس دو فيه طلع عليه من خلال موقعنا. بالنسبة للجمعيات اللي اشتغلت لإقرار قانون السير الجديد، بعده المشوار ما خلص. مدعي كل الوزراء المختصين انه ياخذوا كل القرارات اللازمة لتطبيق كامل قانون السير لحتى يعطي النتيجة المرجوة من وضعه لهيدا القانون، وبنفس الوقت مدعي كل المواطنين الالتزام بقانون السير والانتباه ومراجعته لقانون السير لحتى ما يوقعوا بزبوطة عالية. هالنوع من المخالفات ومخالفات السرعة الزائدة رح تتحول إلى ضبوطة وتتوزع إلى منازلكن عبر ديبون بوست، أو فيكن حتى تشوفوها عبر موقع قوى الأمن الداخلي. ابتداء من نص نيسان، حزام الأمان ما بقى بس منظر بالسيارة، التليفون ما بقى مطرحه على الدينة، وقنينة البيرة أكيد مش مطرحها بالسيارة لأنه رح يكون ضبطة مكلف كتير. فسوقوا عمهلكن وسوقوا بأمان. جورج عيد، MTV.